الهيئة على اتصال مباشر مع شركة الكهرباء الأردنية، وخلال ساعات الظهر وبعد الظهر نحن لاحظنا بأن هناك ازدياد في أعداد الأعطال وضغط على الاتصالات على مركز المراقبة والطوارئ الموجود في الهيئة، وقمت بالاتصال مرة أخرى أو مرات أخرى بمدير الشركة اللي كان في كل مرة بيأكد لي أنه الأمور تحت الإجراء ومسيطر عليها. أنا الصحيح بادرت واتصلت بشركة توزيع إربد، ووجدت أنه الأمور عندهم أيضا كانت من معرفتي السابقة باتصالي أنهم تحت السيطرة، وطلبت من مدير الشركة إذا بإمكانه أنه يساعد شركة الكهرباء الأردنية، وقد الصحيح تبرع قال بكل سرور أنا ممكن أودي 30 إلى 40 فرقة بآلياتها لمساعدة شركة الكهرباء الأردنية. وأنا قمت بالاتصال بمدير الشركة اللي لم يبدي رغبة بأنه يتلقى هاي المساعدة، وهاي المساعدة الصحيح أنا عرضت عليه أيضا في صباح يوم الجمعة، وهو الصحيح أيضا لم يقبل هذه المساعدة. ربما لديه أمور فنية، هذا شيء يرجع له، ونحن لا نستطيع كجهة رقابية أن نتدخل بالتنفيذ لأنه هذا الشيء مخالف للتشريعات ولصلاحيات الهيئة، لأن هذه منطقة تخصه وهو المسؤول عنها حسب اشتراطات الرخص وحسب أيضا المعايير الأداء.